اخترت في هذه الإطلالة القرائية الجديدة كتابين، الأول عنوانه الرواية الشنقيطية من الألفية والشواهد النحوية لمؤلفه الدكتور أحمد كوري بن يابا السالكي، أما الكتاب الثاني فعنوانه النكوص الإبداعي في أدب علي أحمد باكثير لمؤلفها الدكتور عبد الحكيم الزبيدي، وهو في الأصل أطروحة نال بها مؤلفها على درجة الماجستير في الأدب العربي، وتعد أول أطروحة تتناول مصطلح النكوص الإبداعي كمصطلح نقدي جديد. النكوص الإبداعي مصطلح جديد في النقد الأدبي، وضعه وأصل له الأستاذ الدكتور الرشيد بوشعير، ويعني عودة الأديب أو الكاتب إلى نص أدبي سبق نشره وإعادة كتابته، مغيراً إما في الشكل الأدبي شعراً أو نثراً، مسرحية أو رواية أو في المضمون، وذلك بإجراء تغييرات في المحتوى الفكري أو الفني للعمل الأدبي. وقد تم التطبيق في هذه الدراسة على أعمال الأديب علي أحمد باكثير الروائية والمسرحية، وتعد بذلك أول دراسة حول النكوص الإبداعي في الأعمال الكاملة لأديب. على سبيل المثال، كتب باكثير مسرحية نثرية بعنوان إبراهيم باشا، وهناك صياغة نثرية للمسرحية نفسها بعنوان الوطن الأكبر، وجدت لدى أسرة باكثير في القاهرة، وطبعت بعد وفاته بأكثر من 20 عاما. وفي هذا يرى الدكتور عز الدين إسماعيل أن سبب عودة باكثير حسب رأيه إلى كتابة المسرح الشعري بالشعر الحر بعد أن هجره لسنوات طويلة ما رآه باكثير من اهتمام بالمسرح الشعري في السنوات الأخيرة، وظهور أكثر من مسرحية تتخذ من الشعر الحر إطارا للتعبير، فشعر بالحنين مرة أخرى إلى تجربته القديمة. وربما هذا ما جعل باكثير يعيد صياغة المسرحية النثرية بالشعر الحر بدل أن ينشئ مسرحية جديدة. فرأى عز الدين إسماعيل كما يلاحظ المؤلف أنه من الجائز أن يكون باكثير غير راض عن المسرحية في صورتها النثرية، بدليل أنه لم يذكرها قط في قائمة مؤلفاته. هذه فقط التفاتة واحدة إلى عالم النكوص الإبداعي في أدب علي أحمد باكثير، وفي الكتاب هذا العديد من الوقفات مع ما يكشفه هذا المصطلح من ومضات إبداعية في تجربة باكثير الأدبية. ناقش المؤلف في الكتاب النكوص من الشعر إلى النثر، وخصصه للأعمال الشعرية التي تحولت إلى أعمال نثرية، وناقش النكوص في الرواية والمسرح، متناولاً الأعمال الروائية التي تحولت إلى أعمال مسرحية والعكس، ثم تطرق إلى النكوص من التكثيف إلى الإسهاب، وتناول هنا أعمال باكثير القصيرة التي تحولت إلى أعمال طويلة، بالإضافة إلى النكوص عند إعادة النشر، وتناول الأعمال التي عدل فيها باكثير عند إعادة نشرها، وختم الدراسة بنكوص العناوين واللغة، أي تغيير عناوين الأعمال عند إعادة نشرها، والتغيير بين اللغة المحكية واللغة الفصحى في أعماله المسرحية الاجتماعية. كتاب النكوص الإبداعي في أدب علي أحمد باكثير، المؤلف الدكتور عبد الحكيم الزبيدي، من إصدارات ندوة الثقافة والعلوم دبي الإمارات. وهذا الكتاب المعنون الرواية الشنقيطية من الألفية والشواهد النحوية يثير قضية علمية مهمة. تصحيفات في الشواهد النحوية شاعت عند الشناقطة ثم اشتهرت عن طريقهم عند المشارقة. يا
يقوم هذا البحث على ثلاثة أسس، هي التغيير والتفسير والتأثير. فقد افترض الباحث أن للشناقط رواية خاصة بهم في بعض أبيات ألفية ابن مالك، وأن بعض الشواهد الشعرية لا توافق أياً من الروايات المعروفة، وحاول جمع خصوصيات هذه الرواية الشنقيطية من المصادر ومقارنتها بالروايات المعروفة للألفية وللشواهد الشعرية، وخلص من ذلك إلى ادعاء وجود هذه الخصوصيات الشنقيطية، وحاول تفسير هذه الظاهرة بربطها بالأسس التي قامت عليها الثقافة الشنقيطية، ثم رصد تأثير هذه الرواية عند غير الشناقطة. يرى الباحث أن تأثير الرواية الشنقيطية من الألفية كان ضعيفاً أو معدوماً، ولكن تأثير الرواية الشنقيطية للشواهد الشعرية كان قوياً جداً بسبب مكانة الشناقطة عموماً في علوم اللغة. يعزز هذا الطرح الصيت الذي حققه كتاب الدرر اللوامع لأحمد بن الأمين الشنقيطي صاحب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، وكتابه الدرر اللوامع شرح به شواهد همع اللوامع للسيوطي، فأصاب شهرة واسعة جعلته معتمد الباحثين في هذا المجال. وزعم الباحث أن كثيراً من خصوصيات الرواية الشنقيطية ناتج عن التصحيف، وحاول الاستدلال على ذلك بجلب نصوص بعض الشناقطة التي تثبت وجود التصحيف لديهم، وافترض أن هذه التصحيفات الشنقيطية شاعت وانتشرت لدى المشارقة تقليداً للشناقطة الذين اشتهروا في القرن الماضي بإتقان اللغة وعلومها. إذن تتميز الرواية المعتمدة عند الشناقطة حفظاً وتدريساً وشرحاً عن ألفية ابن مالك وعن الشواهد النحوية بوجود فروق بينها وبين الرواية المشهورة في الأعصار والأمصار. على سبيل المثال، اعتماد الشيخ ابن التلاميذ لاجتهاداته المخالفة لما في المراجع ورفضه لما تتفق عليه النسخ، مثلاً أن المعري ذكر في رسالة الغفران هذين البيتين: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فما نحن بالأحياء فيها ولا الموتى، إذا ما أتانا زائر متفقد فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. قالت بنت الشاطئ في التعليق على البيت الأول: يروى الشطر الثاني هكذا في متن المخطوطات جميعا، لكن الشنقيطي كتب بهامش شين: قلت صوابه فما نحن بالأموات فيها ولا الأحياء. كتاب الرواية الشنقيطية من الألفية والشواهد النحوية، المؤلف الدكتور أحمد كوري بن ياب السالكي، من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة الإمارات.